مقطع قصيدة بعنوان شهيد الوطن. لجد الذبيح سلاما وذكرى، فزكريا نبي عليه السلام، شهيد فوق الحجب مرسوم فوق القمم، منقوش في التراب يأكل منه الأب والأم، واختف ثمار العرب العجمي، ولأجل التراب يضحي بالغادر النفيسة. قصيدة من فداء الشهيد أحب ليس كذبا، فما لا أراه أكتب تلك المكانة الكبيرة، عبير الوطن يفوح السلام وتعبيرا، ويبكي الفؤاد لذكرى الشهيدة. ذاك أصنع بطولته وستثمر هذه الجبال وهذه السهول وهذه التلال. عيون حبيبي الشهيد مسيرا من كفاح مديد، أذاقت العدو أكثر من مرة انكسارا، سؤال يليه سؤال وعيناه مثل الظلال، إنه وطنا وإنه فارس الفرسان. قتلت ما قتلت فرنسا، ولكنها دمها ستبقى في دم الشهداء. لم أكتب قصيدة شعري مثلها، لأنها ملطخة بدم فرنسا. فرنسا مهما طال الزمن قصرا، ستبقى الميراث. كرهي في قلبي تقلباتي، لم استحل قطعت قلبي. من أجل ماذا؟ من أجل أن تحيا الجزائر. الجزائر هي بلدي الوطن الذي أحبها بين البلدان العربية. في شمالها توجد تونس والمغرب، أنا أفتخر الجزائر أنها أحسن منها وأحسن من الدنيا بكلها. لماذا؟ لأن مليون شهيد تشهد على أرض الجزائر. الخليج والسعودية وقطر، كل الدول تشهد بأن الجزائر أرض الشهداء وأرض ابن باديس والبشير إبراهيم ومصطفى بالعيد. تحيا الجزائر.